الرابح الاكبر اليوم هو نادي الرجاء. شفنا كيفاش دازت هذه الحمله الانتخابيه، ثلاثه ديال اللائحات، ثلاثه المرشحين في المستوى العالي. شفنا الديمقراطيه، شفنا الابتكار، شفنا الماركتينغ، ماركتينغ بوليتيك، والحمد لله في واحد يعني المناخ جفاف جفاف يعني في كامل الشفافيه. شكرا. كنشوفوا بان الاستاذ انيس محفوظ اللي خدا الرئاسه وجميع الرجاويين غيتلاحموا وغيتتحدوا باش يعاونوا السي انيس محفوظ باش يزيد القدام بالنادي الرجاء اللي شفنا في هاد الثلاثه السنوات الاخيره اللي كان فيها مشاكل كثيره، وشفنا كيفاش الصوره ديال النادي والالقاب النادي والخزينه ديال النادي تعزات بالقاب وتعزات بمداخل ماليه كبيره الحمد لله. ودابا الاستاذ انيس غيزيد حتى هو القدام بالنادي ديالنا بالاجماع على الغابور مورال وعلى الغابور فينانسيي ديال 2019 و2020 وكذلك على 2020 و2021. وفي الاخير شفنا الجو اللي داز فيه، واحد الجو نزيه، واحد الجو فيه الروح الرياضيه من بعد واحد الحمله الانتخابيه اللي تقريبا دازت فيها ثلاثه الاسابيع. شفنا ثلاثه المرشحين اللي داروا يعني ابتكروا وخدموا وقدموا برنامج، وفي الاخير تم التصويت على الاستاذ انيس محفوظ. وكنتمناو الاستاذ انيس محفوظ يعني ان شاء الله النجاح باش يزيد القدام بالنادي الرجاء. وشكرا.